في اليوم الثالث لحظر التجوال سجلت كركوك الأفضلية في تطبيقه من بين المحافظات، شوارع خالية من المواطنين والتزام على مستوى المفارز الأمنية بمختلف صنوفها، مع تأكيد قيادة العمليات المشتركة على ضرورة استثناء الحالات الإنسانية وتسهيل تجوال الإعلاميين. القوات الأمنية مساعدة ومساندة لكل حالات إنسانية، وأيضا مساعدة لكل حالات الاستثناء من أجل أن تسير الأمور في محافظة كركوك من أجل الخدمة ومن أجل أيضا الحفاظ على صحة المواطنين. حقيقة دور فعال كبير للإعلام، وهذه نقطة إيجابية بتعاون كافة الإعلاميين مع المقال المتقدم وأيضا مع المحافظة. فريق الرد السريع لتوفير الأكسجين واحد من الفرق التطوعية التي أخذت على عاتقها توفير قنان الأكسجين مجانا للمصابين المحجورين منزليا بدعم استثنائي من إدارة خلية الأزمة في المحافظة، مكملة بذلك الجهود المتضافرة في المدينة لمكافحة الفيروس. بدعم من إدارة محافظة كركوك، احنا كفريق الرد السريع لتوفير الأكسجين مجانا مستمرين بعملنا لدعم المرضى الراقدين في المنازل محجورين بالمنازل حصرا. على الجانب الآخر، فإن إجراءات الأمن الوطني في مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية أسهمت بشكل كبير في الحد من ارتفاعها، بالمقابل ما زال الكسبة البسطاء يبحثون عن حلول بديلة لسد رمق العيش. أسعار نفسه يعني ما تغير أي شيء، مو مثل الأزمة الفاتت يعني العام مثل ما صار الحظر، يعني حل ضعف النفوس استغلوا هذا الشيء وقبل رفعوا الأسعار واستغلال يعني بجشة يعني كل الشيء بيرمينا كان. هكذا يبدو المشهد في كركوك، إجراءات توعوية مكثفة وحملات تطوعية مختلفة علها تبدد المخاوف لدى السكان وتعيد الحياة إلى طبيعتها، فالوقاية خير من العلاج. لقناة الفلوجة عبدالله العامري، كركوك.